السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجاسكا. إدارة ياريشان أو ياريشان يسكت منتقديه في صفقة دوخة وعبد الرحمن مجادل، أدخل لي خزينة الشبيبة مليار في عشية أو ساعتين. المهم إسونسيال، الخزينة تاع شبيبة قبائل دخلت لها مليار بفضل هذه الصفقتين. كيف هو له؟ دوك نقولكم كيف تم ذلك. لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. هنا امامكم الكومينيكي تاع الصفحه الرسميه لشبيبه القبائل، تبين لك بلي صفقه دوخه تمت عن طريق البيع. قيمه صفقه تحويل عزين دوخه الى شباب الوزلان بلغت مليار ونص هكا، وقيمه تحويل الحارس مجادل من بارادو الى شبيبه القبائل قدرت ب 500 مليون. للتذكير ان عزين دوخه تنازل عن 840 مليون سنتيم كان يدينها للفريق. المهم، الحاجة المليحة أنه حسابيا لو تحسب كل شيء أنه الخزينة استفادت من مليار، هذا حاجة مليحة لشبيبة قبائل. هذه وحدة. ثانيا، تخلصت الشهرية تاع دوخة التي كانت تقارب أو 300 مليون سنتيم، يعني حاجة ضربة. يعني صدقني باللي دوخة في السن هذا يتلقى 300 مليون في نادي شبيبة قبائل اللي قاعد يعاني من الصوارد. هذه حاجة خلات شبيبة تستفاد من رحيله ربما أكثر من بقائه. والحاجة الثالثة أنه الجمهور كله لي كومنتار، لما حطيت فيديو البارح تاع عبد الرحمن مجادل الكل لي كومنتار كلهم عجبتهم الصفقة هذه، وقال لك استفادت شبيبة قبائل، والكل يهلهل به ياريشان واش تقام به ياريشان في هذه الصفقة ولما أدخل الخزينة مليار. حاجة مليحة لشبيبة قبائل، برافو. نحن لازم كي تعود الأمور مليحة نقولوا الأمور مليحة، برافو برافو برافو، كمل على المنوال هذا. لقد تعلمت كيما يقولوا حايد بزاف اللي يقولوا كاو قاعد يتلونسا فقط. إيسونسيال، برافو مليح هذه شبيبة قبائل. لايك على الفيديو، ابوني في القناة، وان شاء الله تكون شبيبة استفادت مليح مليح وما زال تزيد تستفاد. مع فيديو جديد، سلام.